شيخ أحسن الله إليك، هل من كلمة توجيهية لأولئك القوم الذين يعتقدون في الأولياء الذين توفوا أن لهم كرامات ما زالت باقية؟ نعم، نحن نقول الأموات الذين ماتوا حتى لو علمنا صلاحهم قبل موتهم وأنهم من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإن آثارهم الحسية ذهبت لا شك، لكن قد يكون للإنسان آثار معنوية تعد من كراماته كقبول كتبه ومؤلفاته. فمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا شك أن قبول الناس لكتبه وانتفاعهم بها من كرامات الله عز وجل لهذا الرجل، فإن هذا كرامة باقية، لكن كرامة حسية بمعنى أن تنزل البركة بذكره أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز. وانتبه لقول الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، لأن بعض المدعين للولاية هم من الأعداء وليسوا من أولياء. فقد سمعنا أنه يوجد أناس في الصوفية وغير الصوفية يقولون إنهم أولياء لله وهم أعداء لله، تجد يرى نفسه في مقام الربوبية ويرى أن من الأولياء من هو أفضل من الأنبياء، ويرى أن لأئمتهم من المنزلة ما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وما أشبه ذلك. هل نعد هذا من أولياء الله أو من أعداء الله؟ هذا من أعداء الله بلا شك، حتى ولو ادعى الولاية، حتى لو فرض أن الله أجرى على يديه أشياء خارقة للعادة فهي إما من الشياطين وإما ابتلاء من الله عز وجل، لأن الميزان في الولاية والعداوة هو هذا الذي ذكره الله عز وجل في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الميزان. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمتان مأخوذتان من هذه من آية وآية، قال: من كان لله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وقال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، أخذ من قول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهاتان قاعدتان عظيمتان وميزان لا يبخسان. من الولي؟ لا، المؤمن التقي. من الإمام؟ الصابر الموقن، الصابر الموقن بآيات الله عز وجل. شيخ، بالنسبة للمعتقد الحسي، هم ما زالوا الآن يتبرهون بالآثار يعني التي لا تنفع بشيء. مثل إيش؟ مثل أن يأتي إلى القبر ويتمسح بتراب وهذا من الأشياء. هذا حسي، هذا ما يجوز. نعم. التبرك بتراب القبر جهل وضلال. أولاً تراب القبر لم يمس هذا الرجل المدفون، هو في الأعلى ما له علاقة به. والثاني أن هذا التراب تبول عليه الكلاب، كيف يتبرك به؟ والرابع أن هذا لا يفيد، وإن أفأد فهو امتحان من الله عز وجل.